8% عشان تصالحه بعد ما هو قال لها مش عايز هيك مش عايز اعرفك تاني وانت عملت لي مشاكل. المشهد ده انا يعني شفت ياسمين اكتر من رائعه. ياسمين عندها ميزه بتعبر عليها بشكل مختلف جدا. ايا كانت التفاصيل اللي ممكن الناس تنتقدها عليها من الفكره اللي الناس حابه انها تشوف ياسمين بيها، طبعا الممثل في البدايه لازم بيشتغل نفسه مره واثنين وثلاثه وبيتم من النقد والنقد بيبقى لازع بيبقى مؤلم. بالظبط، بس اول بطوله لياسمين في مسلسل، لا ياسمين حققت نجاح. ياسمين لو ما كانتش حققت نجاح ما كانش جه نقد اساسا، ما كانتش جت، ما كانش حققت حاله من حالات الجدال في اي شيء ايا كان. فاي بس اي ممثل، تعال نشوف اي ممثل من نجومنا الكبار من اول بطوله دلوقتي، التمثيل هي خبره تراكميه بيكون نفسه مع فترات ومع تنوع المخرجين وتنوع العمل يعني. فانا شايفها حاجه. بصي انا اصلا شايفاها ان هي كيوت جدا، والشخصيه كانت محتاجه بنت كيوت جدا يعني. انا في مشهد لما كانت في مشاهد كتير اثرت فيها، بس في مشهد انا كلمت والله كلمت محمد قلت له انت بتعمل ايه؟ هو انت لما جيت محمد الكاتب لما جيت تتجوز كنت بتقول كلام الحب ده صح؟ عشان هو عارف احاسيس البنت بتتحرك ازاي. لما كانوا بيتغدوا بعدين قالت له لما ابقى عايزه احس بالامان هكلمك. طب هي حتى لا لا قلت الدرجة دي ما عنديش امان في حياتي. انا بأشعر الجمله دي بجد يعني بجد خلت نعيط يعني ساعتها. وفي في في مشهد تاني لما كانت رايحه اسكندريه وانا قلت لياسمين ده، لما هي كانت رايحه وبتقول لها اسكندريه خليكي حنينه عليا، قلت لها انا قلت ده وانا في مطار القاهره اول ما جيت من سوريا ونازله بقول يعني مصر خليكي حنينه عليا عشان مصر كبيره جدا. انا شايفه ان لا هي كيوت والشخصيه عايزه بنت كيوت يعني، اكيد مش هتبقى بنت مش كيوت وهي عملت كل ده والناس كانت بتهاجمها. دي حاجه. حاجه تانية بشوف ان ياسمين عملت افلام كانت بطولة تانية او كانت قصاد محمد امام ومحمد رمضان، عملت فيلمين مع محمد امام وفيلم مع محمد رمضان. والسينما يعني انت تروحي تقطعي التيكت وتدخلي، الناس قطعت التيكت ودخلت عشان تتفرج، والافلام كسرت الدنيا يعني لازم نعترف بده عشان هما بجد جابوا ايرادات هايله. فليه لا يعني مش شايفه ان ليه الناس بتهاجم. وعلى فكره هي خدت مكان ليها في كل رمضان هتبقى موجوده، وانا بحبها عن نفسي انا بحبها. الكواليس بتعمل عكس كل حاجة كانت على الشاشة يعني مش انا كنت ببص لها كده ومش طايقاها، انا اجي اقول لها انا اسف والله غصب عني مش قادرة، بعدين لما اجي اقول انت بتسيبني عشان البنت بتاعت الاتيليه دي، فانا باجي بروح اقول استاذ احمد بقول له مش طالع من قلبي ان انا اقول كده، بس هي والله هي بنت طيبة جدا وهي بنت بيضة تستاهل كل خير. هي لو ما كانتش